ألقت فترة الطوارئ الصحية بتحديات جديدة على عمال النظافة، ففي العديد من الشوارع والأزقة أيضا في العديد من هذه الأماكن تصادفهم الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الوقاية من فيروس كورونا التي يرميها بعض الأفراد بطريقة غير مسؤولة. هذا الأمر يجعل مهمة عمال النظافة أكثر صعوبة، خاصة وأنها قد تسبب لهم مخاطر صحية. طاقم ميديا أن تي في قضى يوما كاملا رفقة عمال شركة نظافة بسلا ليقف عن قرب على إكراهات عملهم. ريبورتاج أمل الهواري ويونس صغيري. عمل متواصل ليل نهار، فرق تشتغل بالتناوب وكأنها في حرب مع كميات النفايات التي يخلفها الإنسان بشكل يومي، أزبال يرميها بعض المواطنين من غير انتظام، ما يزيد من صعوبة مهمة العاملين بقطاع النظافة. اليوم تنضاف أعداد من الكمامات إلى المخلفات، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على سلامة الجميع. الكمامات والليقات الله يجزيكم بخير، راكم هاد الناس راه خصكم تقراو لهم شي شويه الحر حتى هما، ديروا دوك الكمامات وديركم ديروهم في اكياس بلاستيكيه حطوهم ما يشوفوهمش، لانهم راه ولا هوس ديال هذا المرض اكثر من ما هوس ديال المرض. حنا دابا في دور ديال التعقيم، دابا كنعقموا هاد الشارع هذا وباش الناس يكونوا في الامان. فرق تعمل على جمع النفايات بشكل متواصل، تنظف الدروب والأزقة. يمر مراقب الشركة بعدها بنصف ساعة ليجد المكان كما كان بالأول. الناس أغلبهم لا يحترمون توقيتا معينا لرمي الأزبال، ما يعيق عمل عمال النظافة، إضافة إلى كمامات وقفازات هنا وهناك والتي تشكل خطرا يهدد سلامة وصحة العاملين والمارة على حد سواء. بالنسبة للشركة جميع الظروف مفرانة اللوجستيكية والبشرية، وبالنسبة للشركة ولات عندها بالنسبة للخدمة 24 ساعة على 24 ساعة، والتعقيم مسائل إضافية زايدة. طلب المواطن في هذه الأزمة ديال كورونا اللي تيدير شي كمامة ديال الوجه، يدير شي شاصية بلاستيكية ويجي يرميها في الكولون، الكولون دائما خاويين وقفوا عليهم تيتغسلوا وكذا، كلشي الأوامر النصية الحمد لله. نقول للناس، كناشد الناس المواطنين الخوتي الله يجازيكم بخير، بقاو في الديور ديالكم، حنا مجندين مجندين من أجل الوطن ومن أجل المواطن، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تعاونوا معنا المواطنين، ما تلوحوش لنا الكمامات، ما تلوحوش لنا الليقات، ما تلوحوش لنا المشاور، الله يجازيكم بخير باش ما نضروش حنا وما تضروش نتوما. رائحة كريهة، أزبال متناثرة في الشوارع، إكراهات بالجملة تزيد من صعوبة مهمة عمال النظافة. تغيير سلوك بعض المواطنين أصبح ضرورة ملحة وواجب إزاء عمال القطاع وتجاه شوارع ومدن المملكة. رائحة تخترق طبقات الكمامة هاته، عمل لا يتوقف بسبب برد الليل أو ظلمته ولا بسبب حر النهار، عمل لا توقفه الجائحة، عمال في الصفوف الأولى إلى جانب الأمن والصحة والإعلام، لذلك وجب على المواطنين المساهمة على تخفيف ظروف عملهم من أجلهم من أجل الوطن. أمل الهواري، ميديا أن تي في، سلام.